هنروح كمان للأستاذ حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية، اللي هيشاركنا كمان حوارنا النهاردة. صباح الخير على حضرتك. صباح النور، أنا دكتور حسام مع حضرتك. أهلا يا دكتور، صباح الخير عليك. تحية لحضرتك وتحية طبعا لل دكتور وائل زعير، عضو اتحاد مصر للغرف السياحيه. طبعا طيب دكتور، احنا زي ما كنا بنتكلم يعني خلال حديثنا مع دكتور وائل، احنا متوقعين من 16 ل 18 مليون سائح بنهايه هذا العام. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل، يعني حسب الخطوات اللي مصر قامت بيها في هذا الملف، احنا بالفعل في ارتفاع عن اعداد السائحين العام الماضي. ايه اللي مصر قامت بيه؟ ايه الخطوات الجديده اللي قدرنا ان احنا ننجز بيها هذا الانجاز، لانه 16 او 18 مليون سائح ده رقم كبير جدا. الحقيقه طبعا هو مصر وضعت خطه استراتيجيه لزياده الاعداد. طبعا الظروف الجيوسياسيه هي اللي حالت دون تحقيق الرقم في السنه دي اللي هو 16 او 18 مليون في 2024، بس ان شاء الله الفترة القادمة مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي والاحتفالات اللي موجودة مع الخطط اللي قامت بيها هيئة تنشيط السياحة متمثلة طبعا في وزارة السياحة والدولة، من يعني هي اللي وضعت الخطة دي والسيد الوزير، في حضور المعارض والبورصات الدولية القادمة بشكل كبير ومكثف، وكانت قبل كده، واحنا حتى انا والدكتور وائل كنا في بورصة دبي وفي بورصة برلين مع بعض لتنشيط السياحة ولعرض البرامج والمنتجات السياحية، البرامج السياحية الثقافية في جذب السياحة إلى مصر حسب بقى نوعيات وجنسيات السياح اللي كنا بنتعامل معها كوكلاء. الدولة قامت بزيادة دعم طيران الشارتر ب 100 مليون دولار لغاية 2025، ومع زيادة عدد المقاعد السياحية في الطيران الشارتر لكافة محافظات مصر سواء البحر الأحمر، شرم الشيخ، جنوب سيناء، أو في القاهرة الأقصر وأسوان، وكذلك في العالمين وفي برج العرب وحتى في مرسى مطروح، ده كله هيؤدي إلى زيادة الأعداد بشكل كبير جدا. كمان قامت الدولة بتسهيل حصول التأشيرة الإلكترونية لكافة أو عدد كبير من الدول، يصل إلى 160 دولة، وده بيسهل في زيادة الأعداد. مع كان في ترويج للسياحة الفترة الماضية، حملة ترويجية كبيرة للسوق العربية ل 300 اسمها 365 يوم تسويق، ده برضو هيؤدي الى زياده الاعداد. يعني اسواق جديده وتنشيط طبعا السياحه العربيه وفتح اسواق جديده وخطوط طيران كمان مع دول ووجهات مختلفه في العالم. عايز اسال حضرتك، يعني احنا بقى كمصريين السلوك المصري تجاه السائحين، ودي نقطه دايما بنحب نطرحها، وفكره التوعيه باهميه السياحه، انه هذا السائح اللي جاي لي هو ثروه تمشي على الارض، يعني بينفق وبيفتح فرص عمل كتيرة لعدد من الأعمال المختلفة. شايف إزاي التعامل مع السائحين حصل تطور فيه، حصل وعي أكتر في العاملين في قطاع السياحة أو حتى على مستوى المواطن والشارع؟ الحقيقة طبعا هو في تطور كبير جدا، وفي الهيئات والكيانات الرسمية زي شركات السياحة والفنادق والعاملين فيها واتحاد الغرف السياحية وغرف الشركات دايما بتتطور من سلوكيات التعامل مع السائح والعاملين في هذا القطاع بدورات تدريبية إلى آخره. ولكن في على الجانب الآخر، وده بنسعى له دلوقتي، هو القضاء على السوق الموازية، سواء طبعا ده بيتم حاليا في السياحة الدينية، ويمكن الدكتور وائل يتكلم في الموضوع ده بشكل أوسع لأنه برضو في السياحة الدينية عنده بال كبير وباع كبير. بالنسبه للسياحه الخارجيه، احنا دلوقتي الهدف عشان نحسن سلوكياتنا القضاء على السوق الموازيه، كل من هو يضع مثلا على الانترنت زي ويب سايت او كونتاكت بيرسون لجذب سياح وهو ليس بكيان، صحيح، وده بيؤدي الى مشاكل كبيره مع السياح، وبعدين لا يحاسب ضريبيا، لا يمثل اي كيان، وما يعرفش حد. دي نقطه مهمه جدا، فده هو اللي بيؤثر على السلوكيات في التعامل مع السياح.
تنظيم برضو التاكسي في المطار لازم يكون طبعًا من خلال ابلكيشن معين. الابلكيشن ده يبقى فيه عليه معروف السائق التاكسي واسمه وكل بياناته الشخصية عشان يبقى الكيانات، لان ده هي الكيانات التي ممكن تسيء للسائح، لكن الكيانات الرسمية كلها اللي هي تتبع وزارة السياحة وتعمل في وزارة السياحة طبعا بتخاف على السائح، وهي اللي بتطلع تسوق له وبتدفع الدولة مئات ملايين الدولارات لجذب هؤلاء السياح. ولكن هو في المجمل طبعا الريفيوز اللي موجودة او الاراء عن مصر من خلال السياح اللي بتنزل مصر بتصل الى 90-95% ايجابية، وده اللي بيخلي المواقع العالمية والمنظمات العالمية والمواقع الاعلامية السياحية تشيد دايما بمصر كوجهة سياحية في المقام الاول يعني. طبعا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو اتحاد الغرف السياحية، شكرا جزيلا لحضرتك.